مساء الخير متابعي موقع بصراحه، معاكم اسماء مصطفى مرشده محافظه الشرقيه، لسه متابعه مع حضراتكم من مدينه كفر صقر من امام مستشفى ميديكير. يعني المستشفى حضراتكم اللي شايفينها دي موجود دلوقتي جثمان الموسيقار حلمي بكر. الجثمان دلوقتي جوه، المفروض كان يطلع ولكن للاسف لغايه اللحظه دي لسه الجثمان ما خرجش. عايزين نعرف في ايه دلوقتي من استاذ خالد بيومي نقيب الموسيقيين هنا في الشرقيه. ايه استاذ خالد، في ايه الجثمان ما خرجش ليه؟ هم اخواته طبعا بيقولوا ان احنا المفروض عشان نتحرك لازم يبقى معانا اصل المستندات. علي صوتك شويه، علي صوتك. لازم يبقى معانا اصل المستندات، هي شهاده الوفاه وتصريح الدفن. فطبعا الاستاذ سماح بتقول لا مش هقدر اديهم الحاجه دي، هم مصرين ياخدوا الورق بتاع اخوهم عشان خاطر لما هيجوا يدفنوا هناك في القاهره بيبقى لازم الاصول دي. الكلام مغلوط خالص، انا مش هخش مع حضرتك في الكلام. الكلام مغلوط. طب تعالى لا تعالى تعالى، طب احنا معاك، انا عايز اسمع منك انت يا استاذ خالد، احنا معاك. استنى، طب بس استنى كمل معاك، اركب معاك، استنى كمل معاك يا استاذ خالد عشان تليفوني هناك. استنى، وضح لنا حقيقه الامر يا استاذ خالد، ما احنا عايزين نفهم منك، المشاهدين عايزين يفهموا، اركن بس كده. لا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي، بيكذب. مش عشان انا شتمه في وقتها يا استاذ خالد، قول لنا ايه حقيقه الامر. انت يعني انت بتقولي حقيقه الامر ان الاستاذ اللي مشي ده، اولا احنا مش عايزين اولا نغلط في حد مبدئيا، انا عايزه اعرف الجثمان جوه ما خرجش ليه. مبدئيا ده اللي بعته مصطفى كامل، برضه ماليش دعوه، انا عايزه اعرف سؤال، الجثمان ما خرجش ليه؟ بس محجوز بسبب الجماعه، اخواته طبعا، مراته هي اللي شالته في تعبه، وهي اللي سهرت، وهي اللي عملت كل حاجه. جايين الجماعه عايزين شهاده الوفاه وعايزين تصريح الدفن، وبيقولوا لها هناخده واحنا مالناش دعوه بيكي. يعني سماح كده هياخده الاستاذ حلمي بكر، وسماح ملهاش علاقه بالموضوع، كانها مش مراته. قالت هنحكم القسم، قسم الشرطه بينا، هما دلوقتي في قسم الشرطه. بقى الكلام هو الاستاذ بيحاور كلام يا فندم. لو سمحت، لو سمحت بعد اذنك، مش هنغلط في حد. ده مش غلط، لا احنا كل سؤالنا دلوقتي، احنا بيحاور الكلام دلوقتي وبيقول اخواته عايزين شهاده الوفاه وعايزين تصريح الدفن عشان يدفنوه. لا الحوار مش كده، هما بيقولوا لها انت مالكيش يا فندم، ده جثمان دلوقتي متوفي ومفروض يتدفن، عايزين ياخدوه ويمشوا. حضرتك لو متجوزه اهل جوزك يجوا ياخدوا الجثمان وانت مالكيش دعوه، مالكيش علاقه، خليك انت هنا في الشرقيه. انت بتهزري؟ يعني هم مش عايزينها تحضر هو كده هم مش عايزينها تحضر الجنازه مثلا يعني؟ هو كده، هو كده، هي دي الرساله. يعني هي انا لسه جايه، انا لسه جايه من قسم الشرطه دلوقتي. يعني عشان كده هم راحوا قسم الشرطه. هي اللي راحت، هي قالت نروح ونحكم القسم ما بيننا. بيرغبوا عليها ان هي ما تروحش. احنا هناخد ابننا او اخونا وانت ما تحضريش، وهاتي شهاده الوفاه وهاتي تصريح الدفن. ايه رايكم؟ فنقيب الممثلين هو حضرتك، هو في اول الكلام هو كان لسه بيقول ان هو ان اخواته طالبين تصريح الدفنه. ماشي، يكمل بقى، يكمل يا فندم. ما كملش حضرتك. لا يا فندم، لا قلت له كلامك مغلوط. طيب هو قال طالبين هو عشان قال نفس الكلام اللي حضرتك قلتيه، عايزين ياخدوا الورق وكل حاجه، ومدام سماح مالهاش علاقه خالص. هم دول المثقفين المحترمين. لا لو سمحت ما تغلطيش بعد اذنك، احنا بس يعني زي ما حضرتك تابعتوا معانا، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا، للاسف اقاويل كتير واحداث كتير بتحصل من امام مستشفى ميديكير في كفر صقر. يعني احنا دلوقتي كل اللي احنا عايزين نعرفه، ليه الجثمان ما طلعش لغايه دلوقتي من المستشفى؟ ليه الاحداث اللي عماله تحصل دي؟ ليه راحوا المركز او راحوا قسم الشرطه هنا؟ اقاويل كتير بتتقال، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا. انا عايزه بس اخد منك كلمه بس، اهدي، انا عايزاكي تهدي. انا مش ليه دعوه بكل ده، انا عايزه اعرف الجثمان دلوقتي المفروض ان هو يخرج من المستشفى ده، حد متوفي بقاله. هي مش موجوده هنا. طب ما هي مش موجوده، اسال مين؟ مش لاقي حد. مين؟ خلاص بقى، مش هي بتقول كانت فوق، بتقول كانت فوق. اسمعي بقى لحظه واحده بس بعد اذنك. بصي انت عايزه تسالي حد، اسالي حد. Thank you.
لسه مطبعة مع حضراتكم النهاردة. النهاردة يمكن مصر كلها والعالم العربي حزين على الأستاذ حلمي بكر، لكن للأسف الأحداث عمالة تتطور. الأستاذ حلمي بكر متوفي في المستشفى اللي حضراتكم شايفينها دي، جثمانه موجودة داخل المستشفى، ولغاية اللحظة دي لسه الجثمان ما طلعش من المستشفى. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. هما دلوقتي مفروض طلعوا على اسم الشرطة أو المركز عندهم هنا في ديار، في عندهم هنا عفوا في كفر صقر. زي ما حضراتكم سمعتوا في اول اللايف ان مدام سماح زوجة الاستاذ حلمي، يعني اهل الاستاذ حلمي بيقولوا ان هم مش عايزين ياخدوها تحضر العزاء وتحضر الدفنة، وهي اللي معاها تصريح الدفن ومش عايزة تدهولهم. اقاويل كتيرة اتقالت عن الموضوع ده واحنا مع حضراتكم بنتابع. كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ربنا يرحمك يا استاذ حلمي. استاذ حلمي متواجد داخل المستشفى دلوقتي، جثمانه موجودة داخل المستشفى، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. أستاذ أبو حسين الهيبي بيقول بالتوفيق إن شاء الله، ادعينا والنبي يا أستاذ أبو حسين، وادعي للأستاذ حلمي ربنا يا رب يرحمه. يعني بتبقى المشاكل الأسرية دي، هو دلوقتي متوفي، كل اللي نقدر نقوله يعني يدفن وبعد كده نحل المشاكل الأسرية اللي بينهم دي. يعني مفيش حاجة، والله الواحد مش عارف يتكلم. يعني الراجل فوق متوفي في المستشفى وسابوه كلهم، ودلوقتي طلعوا على المركز او الاسم عندهم هنا في كفر صقر عشان المشاكل دي. استاذ محمد ابو ملك بيقول الموضوع في حاجة ممكن. استاذة منى بتقول ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب يا استاذة منى. استاذة سارة سمير بتقول لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم. استاذ عرفات بيقول البقاء لله، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب. ايه موضوع انتقل نحاول استاذ هو راحوا الاسم دلوقتي كلهم في الاسم تمام. استاذ عبد ما انا شفت استاذ خالد. طب ماشي. استاذ عبد الوهاب بيقول ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. استاذ محمد ابراهيم بيقول اكرام الميت دفنه. فعلا يا استاذ محمد اكرام الميت دفنه. لا هم سابوا دلوقتي الراجل متوفي فوق، ويعني كلام كتير عمال يتقال، يعني المفروض الراجل ده يدفن ايا كان، ايا كان في مشاكل بينهم مفروض يعني، وده حد ذو قيمه وحد الوطن العربي كله، الوطن العربي كله بيتابع الحدث ده هنا في مصر، فما ينفعش اللي بيحصل ده خالص بصراحه. يعني ده حد له قيمة، ربنا يا رب يرحمه. حضرتك تقرب له ايه؟ لا شريف ولا تقدر تسال على حاجه، بس انا بقول لك يعني ابنه جاي من امريكا. ابنه جاي من امريكا، هم مش مانعين الدفن، هم عايزين يدفنوا كرام ميت دفن زي ما بتقولي، بس هم هو قايل ما يدفنش لما اجي. يعني هو دلوقتي موجود فوق لغايه ما ابنه يجي، صح كده؟ كان يحط تحط الثلاجه عشان ما ينفعش، انما هو ابنه جاي مستني. انما هم مش معترضين الطرف ده والطرف ده. هم معترض ان هم ان مدام ومراته دي تتكلم ازاي؟ هم اللي قالوا كده، فانت مش سامع دلوقتي؟ انا واقف وقاعد مش سامع. انا الكلام ده مش على لساننا احنا، على لسانهم هم نازلين من فوق بيقولوا كده. تيجي ما تجيش معانا، تيجي من حيطها ما تجيش معانا، تيجي تحضر عادي الدفن. تحضر ايوه. لكن هم انتوا دلوقتي منتظرين ابنه يجي من امريكا عشان يحضر دفنة ابوه، صح كده؟ زي ما انتوا بتقولوا كده مسلمين احنا كفره. ربنا يا رب يرحمه، ربنا يا رب. حضرتك وضحت برضو نقطه مهمه ان انتوا منتظرين ان مراته ما تجيش، وفي نفس الوقت ابنه جاي من امريكا قال ما يدفنش لما يجي. معلش وضح هرم من هرم مصر. معلش ما عنديش اتساح اتكلم مع حد. لا يعني قول لنا برضو يا فندم فوق. للتأخير ده كله في خروج الجثمان. خروج الجثمان مستنيين دكتور، مستنيين ابنه جاي من امريكا. يعني ابنه هو ابنه قال ما حدش فين، اكلم عمهم اخوات حلمي بكر تمام، قالوا ما يدفنش لما نيجي، فهم معروف اكرام ما يدفنوا كلنا عارفين احنا مسلمين. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. يجي ابنه يجي، لكن مفيش مشاكل معاه. مفيش مشاكل ولا في حاجه يا جدعان، انتوا مشاكل ايه؟ يمكن قالوا بعد ما ضربك ايام في الثلاجه. طيب هو راجل هرم برضه استاذ فتحي ده في مداخله تلفزيونيه قال ان في مشاكل مع الزوجه، وان
المستشفى مش عشان هي واخده معلش مش كانت واخده تسريح معاها تسريح الدفن ومعاها اصل التقرير هم عايزين الاصل التقرير عشان نحطه في الثلاجه لان مش هنروح اي مستشفى. طب ما هي مش عايزه تديهم إيه؟ مش عايزه تديهم التسريح ليه؟ ما اعرفش انا شرحت ما هو عشان كده راحوا الاسم دلوقتي. طب ما خلاص استني بقى استني ما تشوف الموضوع فيه ايه وبعدين نتكلم. طيب ابنه هيوصل على امتى يا فندم؟ على بكره العصر اعتقد يعني يفضل هنا بسم الله عند يعني هيفضل في المستشفى لوصول ابنه. بس هنا مفيش ثلاجه يا فندم يعني هيتحط في اجراءات عشان يتحط في ثلاجه لغايه ما ربنا يسهل. اه يعني هنفضل منتظر وصول ابنه. متشكرين شكرا يا فندم. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا اقاويل جديده اتقالت دلوقتي انه منتظرين ابنه يرجع من امريكا. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا انا بتابع مع حضراتكم كل جديد وكل كلمه بتتقال. حصل بالسجل ان هو لازم يروح مصر برضه فنانين مصر كلهم ويعمل هنا ويمشي من هنا برضه. هو راجل مش شويه يعني راجل عالمي ومعروف حضرتك سنه طيبه عادي في نقابه المال الموسيقيه وراجل معروف وجاله ناس من جميع انحاء العالم وبيتابعوا هيبقى في مصر ان شاء الله هيتدفن في مدينه مصر. يعني هو يدفن هنا يا فندم يروح جنازه هتطلع منه هتطلع ان شاء الله من القاهره وهيمشي من هنا في اسعاف. هيمشي من هنا امتى؟ في اسعاف هم اللي هيحددوا. ايوه لما يجي ابنه بقى. يعني بقى لما ابنه يجي. طب ليه دلوقتي ليه الاهل مش عايزين الزوجه تحضر؟ ابنه في امريكا وجاي في السكه. ليه اخواته مش عايزين الزوجه تحضر؟ لا مش شرط. ايوه اجراءات بس التسريح واقف بس عشان يمشوا بيه عشان التسريح لما يبقى باسم حد من عياله ويعملوا اجراءات في مصر في ورق مش عارف ايه التسريح جاهز يعني. في احدى اقارب الزوجه قالت ان في مشاكل فوق بينهم و اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد لان هو راجل هرم في مصر واي واحد هرم في مصر كبير كده مضبوط لازم هو لازم يحصل. طب دلوقتي مرتضى منصور المحامي الكبير المعروف قدم دلوقتي بلاغ ضد الزوجه والزوجه دلوقتي بتنفي كل الكلام ده واحنا كنا عملنا صحابيه واحنا دخلنا البيت بنفسنا وشفنا ان الوضع مستقر. يعني الاستاذ حلمي عنده 86 سنه ربنا يرحمه رحمته الواسعه ربنا يرحمه يعني 86 سنة مش شوية ربنا يا رب ما يطول علينا. مش فاهمين برضو تعليق حضرتك مش يعني دي اجراءات هتخلص ان شاء الله وهروح بالسلامه يعني مشاكل عائليه لما ابني يجي طبعا. لا تعليقك على تعليق حضرتك على القضيه اللي هتترفع دلوقتي ضدها او البلاغ اللي عمله المستشار مرتضى منصور. احنا هنا في مصر مصر تتوقع اي كلام تتوقع اي كلام من اي حد ما يعني بتقول انها شائعه مش اكيد. لا طبعا هو راجل هرم في مصر واي كلام تعتبر ان الوداع ده الوداع اللي احنا فيه دلوقتي يليق بتاريخ حلمي بكر وانت عاوز واحد مشهور على مستوى العالم يعني, يعني اي واحد في العالم معروف على مستوى الوطن العربي بيموت لازم يحصل اللي احنا فيه. لا يا فندم مش اي حد يروح الاسم والمركز يا فندم احنا هنا من الساعه كام والمشاكل تسريح دي تسريح بيخلص اجراءات يا جماعه دي تسريح اجراءات يا جماعه يعني حد ذو قيمه زي ده واللي بيحصل وكلام كتير عمال يتقال كل واحد بيطلع يقول كلمه شكل اللي بيقول لا هي مش عايزه تديهم التصريح واللي بيقول مستنيين ابنه لما يجي كلام كتير. لا ليه؟ مستني ابنه في امريكا فعلا ابنه طلع من لما يجي هنا يستلم الجثه من هنا. لا 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 ابنه جاي من امريكا وهو طبعا هو الكبير بتاعه وهو طبعا هو طبعا يجي هو يستلم الجثه طبعا يستلم الجثه بالشرط اخوه فتحي هنا. يعني لو سمحت جثمان استاذ حلمي هتخرج من هنا وتروح على القاهره ولا هيفضل هنا؟ القاهره هيندفن في مدينه نصر. لسه ما حددوش طبعا موعد. لا هو هيندفن في مدينه نصر ميعاد الجنازه لسه طبعا ما حددتوهاش لان لسه. طب الجثمان هتتحرك من هنا على امتى؟ حسب الاجراءات بس اللي يجوا طلعوا تسريح حسب الاجراءات بس كل واحد يروح لعاب ربنا عليه التسريح. يعني لسه حتى الان ما حددتوش موعد خروجه من لسه لسه في شويه اجراءات في المركز شويه الاجراءات اللي طب هم ليه دلوقتي توجهوا ايه سبب التاخير يا فندم دلوقتي؟ ايه المشكله اللي حصلت استدعت الشرطه انها تستدعيهم؟ تغيير تسريح بس ولا اكتر ولا اقل. مدام سماح فين دلوقتي بقى؟ تغيير تسريح واحد معاهم طبعا هم هيغيروا. طب ليه رافضين اسره الاستاذ حلمي بكر تواجد الاستاذه سماح القرشي؟ هم بيقولوا دلوقتي رافضين وجودها اصلا وعايزينها ما تبقاش موجوده في التفكير. هو راجل زميلنا طبعا وهو مراته من هنا من كفر صقر يعني مراته مش غريبه ومات هنا ومراته من هنا من كفر صقر يعني مش مات في بلد. كنت بتتواصل مع الاستاذ طبعا هو في فتره مرضه؟ طبعا هو راجل يعني كتر خيره بتعالج من زمان وهو مريض. اخر مره كانت مكالمه جماعتكم هو ده انا اعرف ان هو كان في مهرجان بتاع السعوديه بتاع جده. لكن في فتره مرضه ما تمش تواصل معاه على طول. هو تعبان على طول ربنا يرحمه فعلا ما كانش عايز يجي المستشفى ولا حضرتك ما تعرفش؟ اي واحد يخاف يروح مستشفى
انا نفسي ما بتعب في البيت بتقول لي تعب اديك في المستشفى. هي المدام بتاعته بتقول مش كان راضي يروح المستشفى. مين اللي دعاه يروح المستشفى؟ لما دخل في غيبوبه هو اتجوز معاه 86 سنه وهو جاي. ربنا يا رب يرحمه ويسر لك الاستاذ. ثلاث رجاله من الراجل شغال في برضه في المهنة وكده في البلد لازم اكون واقف معاه. من البلد من اخر مره شفت البنات صراحه على طول زين هو معانا في الصبابه والجامع معاه وهو زي ما حضراتكم تابعتوا معايا من امام مستشفى ميديكير في كفر صقر لسه متابعين مع حضراتكم كل جديد اي تفاصيل ابن عم اي تفاصيل يعني بنتابع مع حضراتكم وبنرجع لحضراتكم. مفروض يعني الجثمان تخرج في خلال الساعات القادمة. أقاويل كتيرة زي ما قلت لحضراتكم تقالت يعني ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. أستاذة سارة سمير بتقول عمله جميل والله أحلى الأيام المفترجة دي المباركة. ربنا يا رب يرحمه. أستاذ إياد بيقول ربنا يرحمه يا رب العالمين. أستاذ إياد برضو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ محمد أبو ملك بيقول ربنا معاكي. ادعينا والنبي يا أستاذ محمد ادعينا. تسلم يا أستاذ محمد. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. بس أنا ليا تعليق قبل ما أقفل اللايف عايزة أقول حاجة. أستاذ حلمي بكر ده يعني حد ليه قيمة كبيرة قوي ربنا عليه. يعني كلنا كل جيلنا والاجيال اللي فاتت وكل عارف استاذ حلمي بكر كده وليه قيمه. ما ينفعش اللي بيحصل ده يعني الله يرحمه. ما ينفعش اللي بيحصل ده ايا كان. يعني انا قلت لحضراتكم اكرام الميت دفنه ايا كان ايه. مفروض المهزله دي يعني تتقفل حالا. هل فعلا في مشاكل مدام سماح فعلا مش عايزانا تحضر الجنازة والكلام اللي اتقال وان هي واخدة تصريح الدفن؟ هل الكلام ده حقيقي؟ كلام كتير عمال يتقال والموضوع عمال يكبر والجثمان موجود داخل المستشفى. الجثمان في المستشفى اللي حضراتكم شايفينها دي جثمان استاذ حلمي داخل المستشفى. كلام كتير عمال يتقال كلام كتير عمال يتقال. ما ينفعش ده يتعمل مع شخصية ذو قيمة زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين. ومش محتاجة ان انا اقول الكلام ده. شخصية يعني على مستوى العالم العربي. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. هتابع مع حضراتكم وارجع لحضراتكم مرة تانية. ربنا يا رب يرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنت معاكم أنا أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية من موقع بصراحة.